أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة أن بطولة العالم للقدرة التي ألغيت بولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية لا تسمى ببطولة، وما حصل فيها يحصل لأول مرة في تاريخ بطولات العالم للقدرة، وما حدث ظلم العديد من الفرق والفرسان الذين أنفقوا الكثير من الجهد والمال، معربا سموه عن عدم رضاه عن ما حدث في البطولة وأن القرارات التي اتخذتها اللجنة غير عادلة بإعادة الانطلاقة مرة أخرى، بالإضافة للعديد من القرارات غير صحيحة التي حدثت أثناء هذه البطولة التي ألغيت. وقد استمرت الأخطاء التنظيمية في بطولة العالم للقدرة التي استضافتها ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة إلى أن يتم إقرار الإلغاء تخوفا من تعرض الفرسان والخيل لأي مخاطر وسط انقسام في قرارات أعضاء لجنة التحكيم. هذا ورفعت جميع الفرق المشاركة في البطولة احتجاجاتها للاتحاد الدولي للفروسية للنظر بما حدث من تخبط كبير يحدث لأول مرة في تاريخ بطولات العالم للقدرة، إذا طاحت هذه القرارات بطموحات الفرسان والفرق الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم من أجل المنافسة وتسجيل أسمائهم في التجمع العالمي لينتهي بهم المطاف دون أي نتيجة، حيث طلب من جميع الفرسان العودة للقرية خلال منافسات المرحلة الثالثة ليعرب المشاركون عن استيائهم الكبير من قرارات اللجنة المنظمة. ما لا تسمية البطولة ذي، بس اللي حصل أول مرة يحصل، واللي حصل ظلم. ظلم على مين طول العمر؟ على ناس صرفت وناس أبذلت جهد، تعبت تمرنت وظلموها على حساب ناس ثانين. والحقيقة هذه اللي احنا ما يرضيني على هالفرسان اللي فعلا يعني بذلوا قصاري جهدهم. أنا ألوم طبعا ما أحد إلا اللجنة المنظمة، وهم عندهم تقريبا أسوأ سباق استوى في تاريخ القدرة حضرناه وشفناه وسمعناه به. فأنا ما يرضيني الظلم، أنا ويا الحق. أنا إذا مثل ما تشوفني أنا مرات إذا يطلعوني من السباق أكون راضي لأن شايف النتيجة. فزت أنا في شانتي، ربعي صفقوا وقلت لهم لا تصفقون قبل لا ياخذ القرار، قلت حصاني مب ساوند وطلعوني. ما عندي مشكلة أنا في هالأمور ذي، أنا مع الحق لكن مب مع ظلم، فما أرضاها، ما أرضى لأي واحد انظلم في هذا السباق. يعني كانت في قرارات المفروض تتخذها اللجنة ما اتخذتها، أخذت قرارات أسهل وغير عادلة بإعادة الانطلاقة مرة ثانية وإلى آخره من هالأمور ذي اللي ما كانت صحيحة.